عندنا استاذ احمد طلاب من الاسكندريه، وان كان لدينا اسئله كثيره حول العيدين من الحج، يعني بتسال عن السبع المهلكات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات اللي هي المهلكات، وعدد منهم الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وعدد منهم قول الزور، وعدد منهم الزنا، وعدد منهم عدم الامانه، سبع اشياء، وعدد منهم السحر اللي هو بيصدق الدجل والشعوذه ويروح للناس ويصدقهم. قال دي امور مهلكه. الامور المهلكه دي معناها ايه؟ الهلاك بيجي ازاي؟ لما تبعد عن الله لحظه الانسان يحسب نفسه في هلاك على طول. حياتك بمدد الله عز وجل، حياتك في طاعة الله عز وجل. يبقى لو في معصية، كل إنسان عاصي هو ميت في لحظة عصيانه، وبيحيا إمتى؟ لما بيتوب من هذه المعصية. لذلك سيدنا النبي لما حذرنا قال السبع المهلكات اللي على رأسها الشرك والعياذ بالله وعقوق الوالدين والسحر وقول الزور وعدم الأمانة والزنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن كده السبع أشياء وبيقول مهلكات ليه؟ لأن لو الإنسان أصر عليها ستأخذ به إلى الهلاك والعياذ بالله. بس في نفس الوقت الأخت السيدة بتقول لماذا ذكر إن هم مهلكات؟ لأنها بتهلك صاحبها بالفعل، لأن الشرك بالله حاجة عظيمة. لما تصدق الدجل والشعوذة والسحر بتلغي عقلك، يبقى المسألة العقلية عندنا بتقف، ونمشي ورا الوهم ورا الشك، فيحصل هنا هلاك. أي إنسان بيخرج من العلم إلى غير العلم يحصل تردد وشك، وهنا يحصل هلاك عند الإنسان، متردد بقى ويجيله وسوسة ويجيله أشياء من كده. فلذلك سمي السبع المهلكات. الإنسان اللي بيرتكب حاجة من المهلكات دي، ده بيرتكبها، ممكن كل إنسان على فكرة عرضة أن يرتكب أي حاجة. ربنا عز وجل عندما ذكر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، أدي قالها هو حاجات عباد الرحمن. عباد الرحمن ذكرهم. عباد الرحمن هم اللي بيعملوش؟ لا، ده عباد الرحمن اللي بيعملوش واللي لو عملوا يستغفروا ويخرجوا من الحالة دي. عبد الرحمن هو الذي يطيع الله، والذي إذا عصاه يخرج من دائرة المعصية إلى دائرة الطاعة بالاستغفار والتوبة. لذلك احنا بنقول دايما أيها المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، بنقول إذا لم تستطع أن تقلد المطيعين في طاعتهم فقلد العصاة في استغفارهم وتوبتهم. تستغفر ربنا لو وقعت في معصية. فالسبعة دول لو أي حد عمل حاجة منهم ربنا قال إيه؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. شوف الجائزة أكتر، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإيه كمان بقى؟ عين السجل كله من المكان الأسود إلى المكان الأبيض، من سجل السيئات إلى سجل الحسنات بالوزن بتاعه كله. يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فممكن إنسان يعمل كده، بس ما يعمل كده ومعرض لكده يتوب إلى الله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. اللي بيعمل كبيرة بس عنده في قلبه محبة لسيدنا النبي صلى الله، بيرجع لله عز وجل، اتصال بما سبق. ولكن نفسه بتنزعه، معلش. بس المهم أنا بقول لكل واحد، لكل إنسان يقع في معصية كبيرة أو صغيرة، إذا وقعت فقم. القيام بتاعك اللي هو إيه؟ إن أنا استغفر ربنا عز وجل بعد المعصية على طول، استغفر وأقوم واندم، وإن استطعت أن تبكي على معصيتك حتى تتحول هذه الأمور المهلكات إلى حسنات لك يوم القيامة.